إحدى وسائل الإعلام الفرنسية بتقول جاسوس إيراني وراء عملية اغتيال حسن نصر الله. هم اللي بيقولوا على عهدة الجماعة الفرنسويين، بيقولوا إنه اللي عمل الحكاية واللي بلغ. لسه امبارح كنت بقول لحضراتكم إنه لابد أن يكون من أبلغ المعلومة من الدائرة الأولى، وهم قالوا كده في التقرير المنشور النهاردة. قالوا إنه حد من الدائرة الأولى قريب، جاسوس إيراني زرعته إسرائيل، بلغ وخد المعلومات من الدائرة الأولى من المقربين من حسن نصر الله وبلغ بالموعد المحدد، لأنه كان في اليوم ده اتكلموا على كان حسن نصر الله مع أحد قائد فيلق القدس في لبنان الإيراني طبعا، وكانوا مع بعض في العربية، وبعدين راحوا حضروا الاجتماع، تم إبلاغ المعلومة، كان في جنازة أحد القتلى من قيادات حزب الله اسمه سرور تقريبا، محمد حسن سرور، وكان حسن نصر الله موجود هناك، وعلى طول راحت المعلومة لإسرائيل، خدوا القرار، قرروا يقتلوا حسن نصر الله ومن مع حسن نصر الله. بيتكلموا النهارده على 20 قيادة كانوا موجودين معاه.